لماذا أخفى السادات خطة حرب أكتوبر عن الملك فيصل والملك حسين؟ وهل فعلا العرب انتصروا بحرب أكتوبر أم كانت مبالغات إعلامية؟ وسلاح النفط هل كان له أثر إيجابي أم سلبي على العرب؟ كيفكم؟ أنا أيمن خيري وهي الحلقة رقم 14 وما قبل الأخيرة من سلسلة تاريخ العرب من وجهة نظر استشراقية، واللي بنقرأ فيها كتاب العرب للمستشرق البريطاني بيتر مانسفيلد. الحلقة الماضية تحدثنا عن نشأة المنظمات الفلسطينية وعن خلافها مع الحكومة الأردنية فيما يعرف بأيلول الأسود، وحكينا عن حرب الاستنزاف، ووصلنا آخر إشي لوفاة جمال عبد الناصر واستلام أنور السادات حكم جمهورية مصر. طيب، أنور السادات أول ما استلم الحكم في مصر سنة 1970 وعد المصريين أنه راح يحل مشكلة سيناء ويرجعها. فمرت سنة 1970 وسنة 1971 وسيناء لساتها محتلة، فمصريين بدأوا يضوجوا ويشعروا أنه أنور السادات بوعدهم على الفاضي، فبدأت تصير مظاهرات عنيفة في مصر ضد السادات بسنة 72 خاصة، وصارت الحكومة المصرية تعتقل طلاب الجامعات وصحفيين وتغلق الصحف. السادات كان في موقف لا يحسد عليه نهائيا، وصار نكتة على لسان المصريين لأنه وعد المصريين بإرجاع سيناء بدون ما يعمل ولا إشي. يعني على الأقل جمال عبد الناصر كان يحارب وكان يعمل يستورد أسلحة وكان يعمل أكشن، لكن السادات وخلال السنتين الأولانيات بحكمه ناس ما شافوا منه إلا الحكي، فظلت المظاهرات تزداد ويزداد معها الاعتقالات. بسنة 73 تسكرت 5 جامعات مصرية و20 كلية تسكرت لأنه أغلب المتظاهرين كانوا من الطلاب. الوضع في مصر كان متكركب، والكل بحينها كان متوقع أنه السادات مش راح يطول وراح يسقط نظامه خلال أشهر. المصريين كانوا بدهم ينجنوا أنه يعني شو بتستنى يا سادات، احكي لنا خلينا نفهمك كيف بدك ترجع سيناء، يعني فهمنا اشرح لنا احكي لنا شو عند الخطة اللي عندك، احكي لنا انك بتنتظر اشي معين. لكن السادات ما كان يعلق، كان بس يعتقل المتظاهرين. طيب اسمعوني كويس، بتاريخ 28/9/1973 خرج السادات يخطب بمناسبة الذكرى الثالثة لوفاة جمال عبد الناصر. بهاي الخطبة انتقد السادات الحكومة الامريكية واتهمها بالانحياز للرغبات الصهيونية، وحكى انه القضية قضية الخلاف مش قضية قناة السويس، وإنما قضية هي أراضي محتلة لازم ترجع لأصحابها في سيناء وفي فلسطين. هذا الخطاب ما عجب المصريين نهائيا لأنه كان في إشي ناقص، وهو إنه السادات ما جاب نهائيا سيرة حرب أو معركة أو هدد، مجرد تهديد باحتمالية استرداد سيناء بالقوة. هذا الإشي أزعج المصريين جدا وشعروا إنه السادات فاشل وجبان. لكن اللي ما كانوا يعرفوه المصريين أو حتى اللي ما كان يعرفوا حدا أصلا بكل العالم، إنه ساعة الصفر للحرب العربية الإسرائيلية الرابعة تم تحديدها لتكون بعد أسبوع فقط من خطاب السادات. الخطة كانت إنه الجيش السوري والمصري يشنوا هجوم عسكري تجاه إسرائيل بتاريخ 6 أكتوبر 1973. مانسفيلد بيحكي إنه هذا السر، سر حرب أكتوبر، كان من أكثر الأسرار اللي تم حفظها في التاريخ العربي الحديث. ما حدا كان عارف هذا السر إلا بعض الجنرالات المصريين والسوريين. مانسفيلد بيحكي إنه السادات اتعمد عدم إخبار الملك فيصل آل سعود والملك حسين بن طلال بموعد حرب أكتوبر. السادات وحافظ الأسد قرروا إنهم ما يبلغوا حدا من الدول العربية وما يطلبوا دعم حدا بهاي الحرب. ليه؟ مشان يضمنوا عنصر المفاجأة في الحرب، لأنه إسرائيل كانت دائما هي اللي تستخدم عنصر المفاجأة وبتنتصر. فالسادات والأسد قرروا أنه هاي المرة هم اللي يستخدموا عنصر المفاجأة على أمل أنهم ينتصروا. وفعلا السادات استطاع فعلا يخفي نيته للحرب، مشان هيك في خطاباته السابقة وبالسنتين السابقات ما كان يجيب سيرة الحرب نهائيا، فاليهود اطمنوا فترتها. ومشان هيك كمان السادات اختار يوم 6 أكتوبر لشن الهجوم، لأنه 6 أكتوبر 73 كان يصادف يوم الغفران عند اليهود، وهو يوم مقدس اليهود ما بيعملوا فيه إشي إلا الصلاة والصوم، وبالتالي بيكونوا مش مستعدين للحرب بشكل كافي أو للرد السريع. السادات وحافظ الأسد كانوا ناويين هاي المرة يعملوا اللي ما نعمل بالحروب الماضية، مشان هيك عقدوا صفقات سرية مع الاتحاد السوفيتي لتزويد سوريا ومصر بأسلحة متطورة وصواريخ أرض جو لإسقاط الطائرات الإسرائيلية وصواريخ مضادة للدبابات وغيرها. هذا كله كان الوضع قبل ساعة الصفر.
هلأ خلينا نحكي شوي بالتفصيل عن الحرب. بيوم 6 أكتوبر 1973 ولما كانوا اليهود مشغولين بالصلاة والتعبد، الجيش المصري كان بدأ يتحرك وعبر قناة السويس من 3 نقاط باتجاه سيناء المحتلة، وسيطر مباشرة على خط بارليف. وبنفس الوقت تماما كانت 500 دبابة سورية و 45 ألف جندي سوري بدأوا يدخلوا الجولان ويشتبكوا مع الدفاعات الإسرائيلية هناك، وكانوا السوريين يستعدوا لدخول عمق الأراضي الإسرائيلية. إسرائيل لما صحيت من الصدمة قررت تركز أولا على الجبهة السورية، أو في البداية لأنها كانت أقرب للمدن الإسرائيلية، وفعلا استطاع الجيش الإسرائيلي سد الهجوم السوري وإعادة إخراج كل الجنود السوريين من الجولان برابع يوم الحرب. بعد هيك الجيش الإسرائيلي حصن دفاعاته بشكل جيد في الجبهة السورية في الجولان وتوجه للجبهة المصرية في سيناء، وهناك بتاريخ 15 أكتوبر يعني تاسع أيام الحرب استطاع الجيش الإسرائيلي اختراق الدفاعات المصرية وعبور قناة السويس باتجاه الغرب وتأسيس هناك قاعدة لمهاجمة الجيش المصري من الخلف. مشان هيك بحكي مانسفيلد إنه العشر أيام الأولى من الحرب كانت انتصار إسرائيلي. طبعا الدول العربية الثانية ما ظلت تتفرج، وإنما ساندوا سوريا ومصر بحربهم. العراق والأردن والمغرب بعثوا أسلحة وجنود للجبهة السورية. جمهورية اليمن أغلقت مضيق باب المندب جنوب البحر الأحمر لمحاصرة البحرية الإسرائيلية، بينما الدول العربية مصدرة للنفط فاجتمعت بالكويت بتاريخ 17 أكتوبر وأعلنوا تقليل إنتاج النفط بمقدار 5% كل شهر لأيمتى؟ لغاية ما إسرائيل تنسحب من الأراضي اللي احتلتها سنة 67. بينما السعودية تحمست أكثر وحظرت بيع النفط كلياً لأمريكا. هاي الحركة هددت اقتصاد العالم كله، كل العالم ارتعب من العرب بحينها. وطبعا مش لازم ننسى كمان دور الاتحاد السوفيتي اللي كان يبعث بشكل مستمر شحنات أسلحة لمصر وسوريا مشان يدعمهم في حربهم. فأمريكا لما شافت انه حبيبتها إسرائيل مهددة بشكل جدي بدأت هي كمان تدعم إسرائيل وتشن هجمات جوية ضد القوات المصرية والسورية. فمع تدخل أمريكا والاتحاد السوفيتي توترت الأجواء بشكل كبير في حرب أكتوبر، والحرب أكتوبر صارت أكبر من مجرد حرب عربية إسرائيلية، وإنما صارت جزء من الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي، اللي طبعا الطرفين هدول بالحرب الباردة أمريكا والاتحاد السوفيتي كانوا يتفاوضوا للوصول لحلول وإيقاف إطلاق النار. الاتحاد السوفيتي بحسب مانسفيلد لما شاف انه امريكا تدخلت عسكريا بشكل مباشر، انه اسرائيل بدات تحقق مكاسب عسكريه في الحرب، كانوا بدهم السادات يوقف الحرب طالما هو منتصر قبل ما ينهزم. وفعلا جهود امريكا والاتحاد السوفيتي اثمرت في النهايه للوصول لاتفاقيه ايقاف اطلاق النار بتاريخ 25 اكتوبر. كل الأطراف وافقت على الاتفاقية وتم إرسال قوات دولية للإشراف على وقف إطلاق النار، وهيك بتكون الحرب العربية الإسرائيلية الرابعة توقفت بعد 17 يوم من القتال. طبعا السؤال هو مين اللي انتصر بالحرب؟ اسمعوا الصدمة. مانسفيلد بيحكي إنه عسكريا إسرائيل هي اللي انتصرت، لأنه إسرائيل خسرت فقط 2800 جندي بينما مصر خسرت 15000 جندي وسوريا خسرت 7000 جندي، أي أن الخسائر العربية كانت أكبر بكثير من ناحية الأرواح والدبابات والطائرات. لكن مانسفيلد بحكي أنه سياسيا فالعرب هم اللي انتصروا، لأن العرب استفادوا من الحرب أكثر من إسرائيل من عدة نواحي. مثلا 1، حرب أكتوبر أثبتت للعرب وللعالم أنه العرب قادرين يطوروا حالهم وقادرين يحاربوا بشجاعة، وهذا كان عكس الصورة اللي كانت منتشرة حول العالم قبل حرب 73، وهي أنه العرب جبناء وفاشلين وغير قادرين على الانتصار بأي معركة. فائدة ثانية أنه العالم انتبه لسلاح خطير جدا بيد العرب، هو سلاح النفط. الفائدة الثالثة أنه كل العالم تعرف على قضية احتلال أرض فلسطين، وبدأت فعلا دول كثير تقطع علاقتها بإسرائيل. بعد حرب أكتوبر أكثر من 60 دولة قطعت علاقتها مع إسرائيل. الفائدة الرابعة أنه حرب أكتوبر أجبر العالم يحترم العرب ويحسب حسابهم، وبدأت فعلا دول مهمة مثل أمريكا واليابان وهولندا يحسنوا علاقتهم بالعرب خوفا من إعادة قطع النفط عليهم. فاكتبوا لي بالتعليقات، هل فعلا حسب ما بتعرفوا إسرائيل هي اللي انتصرت بحرب أكتوبر؟ أو شو عندكم معلومات عن الموضوع؟ وهل فعلا العرب حققوا مكاسب دبلوماسية وليس مكاسب عسكرية؟ اكتبوا لي بالتعليقات. العرب بعد حرب أكتوبر أيقنوا أنه خلاصهم من إسرائيل هو بيد أمريكا فقط مديرة الكوكب.
فالسادات بدأ بشكل جدي أكثر يحاول يحسن علاقته بأمريكا، وحتى أمريكا كمان مثل ما حكينا من شوي كانت بدها تحسن علاقتها بالدول العربية. ففعلا صار في لقاءات وزيارات كثير بين السادات ووزير الخارجية الأمريكي كيسنجر، وعلاقتهم تحولت لصداقة قوية، وهذا الإشي أزعج الاتحاد السوفيتي أكثر إشي. مشان هيك بسنة 1974 الاتحاد السوفيتي قطع كل المساعدات اللي كان يمنحها لمصر. وعلاقة السادات وأمريكا كمان وترت كمان السوريين، لأن السوريين كانوا يراقبوا من بعيد علاقة السادات بأمريكا وكانوا خايفين من تبعات هاي العلاقة، واللي كمان كان خايف هم الفلسطينيين اللي كانوا كمان يراقبوا العلاقة من بعيد لأنهم ما كانوا يحبوا السادات، لأنه أهمشهم في حرب أكتوبر، فلأول مرة بتصير حرب عربية إسرائيلية الفلسطينيين ما شاركوا فيها بشكل رئيسي. فلما شافوا الفلسطينيين العلاقة القوية بين مصر وأمريكا، المنظمات الفلسطينية تلخبطت وعادوا كل حساباتهم. كيف؟ ياسر عرفات وحركة فتح على سبيل المثال شافوا أنه 25 سنة نضال وحروب أربع حروب وتشتت ولجوء، هذا كله ما فادهم وإنما دمرهم بزيادة. بالتالي توجهت حركة فتح لخفض سقف مطالبها، وقرروا أنهم يطالبوا بدولة فلسطينية صغيرة تشمل فقط الضفة الغربية وغزة، بينما بعض المنظمات الأخرى رفضت هذا التوجه لأنه بنظرهم راح ينسف فكرة تحرير فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني. طبعا أمريكا عجبتها الفكرة الدولة الفلسطينية، وفعلا تواصلت لدى الأمم المتحدة للسماح لياسر عرفات بتمثيل الفلسطينيين وإلقاء كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفته رئيس منظمة التحرير الفلسطينية. وبتاريخ 13/11/1974 خطب ياسر عرفات في الجمعية العامة للأمم المتحدة. بحسب مانسفيلد، اسمعوا هاي، عرفات دخل مبنى الأمم المتحدة ومسدسه على جنبه، ولما طلع على المنبر حكى: لقد جئتكم بغصن زيتون مع بندقية ثائر، فلا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي. لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي، فلا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي، لا تسقط الغصن الأخضر من يدي، لا تسقط الغصن الأخضر من يدي. وأكد عرفات في كلمته أنه هدف الثورة الفلسطينية مش اليهود أنفسهم، وإنما هدفهم هو الحركة الصهيونية، لأنه ما قبل الحركة الصهيونية كانوا المسلمين والمسيحيين واليهود كانوا كلهم عايشين بسلام على أرض فلسطين. وفعلا بحسب مانسفيلد خطاب عرفات كان له أثر كبير إيجابي على كل الدول العالم، لأنه خطابه لفت نظر كل السياسيين لمشكلة الفلسطينيين وحقهم بدولة وأرض، وبدأت كثير دول تتبنى فكرة الدولة الفلسطينية. لكن أمريكا ما أعطت هذا المشروع أهمية كبيرة، لأنها كانت مركزة أكثر إشي على مصالحة المصريين والإسرائيليين. وفعلا بنهاية 74 تقريبا بدأت تصير كثير محادثات واجتماعات بين الطرفين للوصول لحل. هاي المحادثات طبعا قسمت الرأي العام العربي بشكل كثير كبير في هذيك الفترة، أكثر ما كان منقسم أصلا، لأن البعض شاف أنه مصر باعت كل المبادئ واللاءات والاتفاقيات واجتماعات القمة وراحوا يتصالحوا مع إسرائيل. طبعا الوضع كان متأزم جدا في هذيك الفترة، لأنه ما حدا كان عارف في هاي الاجتماعات المصرية الإسرائيلية لشو راح توصل. واللي زاد المشهد العربي سوداوي أكثر ما هو أسود هي الحرب الأهلية اللبنانية اللي اندلعت بسنة 75. الحرب الأهلية اللبنانية نبهت العالم كله لأنه حل مشكلة الشرق الأوسط هي بإيجاد دولة للفلسطينيين. فمن هذا المنطلق بدأت أمريكا تستعجل في حل مشكلة مصر وإسرائيل كبداية مشان تبدأ بحل مشكلة الفلسطينيين. طيب ركزوا معي، بمنتصف السبعينيات كان المستقبل عبارة عن علامة استفهام كبيرة. يا ترى الحرب اللبنانية كم راح تستمر؟ شو نهاية اجتماع السادات مع الإسرائيليين والأمريكان؟ المنظمات الفلسطينية شو حلها؟ الأراضي المحتلة هل راح ترجع؟ اللاجئين هل راح يرجعوا ولا لا؟ وغيرها كثير من الأسئلة اللي وصل إلها كتاب العرب اللي بنقرأ فيه بدون ما يعرف إجابتها، لأنه وصل لغاية هون بالتاريخ. هلأ اليوم هاي الحلقة 14 هي الحلقة ما قبل الأخيرة للسلسلة اللي توقفت عند الأحداث هاي اللي ذكرناها. الحلقة القادمة راح تكون الأخيرة، راح نشوف فيها تنبؤات مانسفيلد للمستقبل وللمنطقة العربية، تنبأ من الأحداث اللي صارت بالسبعينيات، وخلينا نشوف هل تنبؤاته
بالمستقبل ما بعد 1975 و76، هل كانت صائبة أم لا؟ طيب بالنهاية بدي رأيكم في بعض الأمور بالتعليقات، اكتبوا لي بالتعليقات. رقم واحد، هل فعلا إسرائيل هي اللي انتصرت عسكريا في حرب أكتوبر أم لا؟ اثنين، شو مدى أهمية سلاح النفط في الحروب العربية؟ هل كان ذو أثر إيجابي أم سلبي؟ وليش العرب ما استخدموه؟ معلومة كمان على فكرة، بحرب 67 العرب حاولوا استخدام سلاح النفط لكنهم فشلوا، فبالتالي سلاح النفط مش كبسة زر يعني نستخدمه معناته انتصرنا، ما استخدمناه معناته فشلنا. السؤال الثالث، هل فتح لما طالبت بدولة فلسطينية على جزء من الأراضي الفلسطينية، هل كان هذا أفضل خيار في وقتها أم لا؟ اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. بكل إشي سمعتوا اليوم ما تنسوا تشتركوا بالقناة مشان يوصلكم إشعار الحلقة القادمة والأخيرة من سلسلة تاريخ العرب من وجهة نظر استشراقية. اللي بحب يدعم قناة الفهرس بلاقوا رابط الباتريون في وصف الفيديو على اليوتيوب. حاب أعرف رأيكم بكل إشي ذكرناه اليوم أو ذكره مانسفيلد بالشخصيات والحوادث اللي ذكرتها اليوم، اكتبوها بالتعليقات. ما تنسوا تشتركوا بالقناة مشان تشوفوا المحتوى اللي بالمستقبل من السلسلة هاي ومن السلاسل التالية. كان معكم أيمن خيري، استمتعوا بحياتكم، سلام.